أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف السنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنكم فتية آمنوا بربكم وزدناكم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتتا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونك آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اختزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله
من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد. الذي طلقت عليهم لبليت منهم فرارا ولم ملكت منهم ركبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجمكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أخسرنا عليهم لتعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا وبنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا، إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. قل الله أعلم بما لبثوا،
له غيب السماوات والأرض، أبصر بك وأسمع، ما له من دونك من ولي ولا يشرك في حكمك أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته، ولن تجد من دونك ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تخد عينك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يخلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبراق متكئين فيها على الأرائك، نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد حظه أبدا.
وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يخابره أنا أكثر منك مالا ولا يعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد خزيه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يخابره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك الرجل. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقول منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليك حسبنا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه إلى ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير الثواب وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وخشرناكم فلم نقدر منكم أحدا.
وأريد على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ليتنا مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا خديرا ولا يظلم ربك أحدا. وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عدودا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لكم وجعلنا بينكم موبقا. ورأى المجرمون نارا فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيكم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدخلوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأخرد عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو رحمة قل يؤاخذكم بما كسبوا لعجل لكم العذاب
بل لكم موعد فلن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكيهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أريت إذ أبينا إلى سكراني فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا شيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصاصا. فوجد عبدا من عندنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعوك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تكت به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أكسي لك أمرا. قال فإني تبختني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغريك أهلك لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي الصبر؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترققني من أمري أسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقاتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتموك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا
فانطلقا حتى إذا أتيا أكل قرية استطعما أكلك فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال له شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يحملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقاهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تخويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدك تغرب في عين خمئة وجد عندك قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدك تطلع على قوم لم نجعل لكم من دونك سترا كذلك وقد أخذت كذلك وقد أخذنا بما لديك خبرا ثم أتبع السبب
حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونكما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجنا على أن تجعل بيننا وبينكم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير فإنوني بقوة أجعل بينكم وبينكم ردما. أتوني زبر الحديد، حتى إذا صبا بين الصدفين قال انفخ، حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرغ عليه كترا. فما استطاعوا أن يذكروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وقت ربي جعله دكا، وكان وقت ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وأردنا جهنم يومئذ للكافرين أردا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السماع. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفيد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشير مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته ربه أحدا.